تفضل. السلام عليكم، تحية طيبة من الشعب الجزائري، الشعب المصري الشقيق. صالح عبد اللطيف من مدينة تبسة في أقصى الحدود الشرقية للجزائر. وصلنا هنا بالضبط في يوم 19 جوان إلى القاهرة، يعني اليوم عندنا 31 يوم بالضبط ونحن هنا في القاهرة، أين لقينا كل الترهاب، أين حللنا، سواء في الفنادق، في تاكسيات، في المطاعم، مع رجال الأمن، الملاعب. الحمد لله كان الاستقبال جد ممتاز من طرف إخواننا المصريين هنا في القاهرة. مهمتنا الأولى واللي أتينا لأجلها هي كرة القدم، حب الوطن، حب العلم الذي ضحى من أجله 1.5 مليون شهيد. نحن رانا حاملين الراية الوطنية لتشريف الكرة الجزائرية قاريا، أي على قارة إفريقيا، وهذه المرحلة الأخيرة إن شاء الله. إن شاء الله سوف تتوج جهودنا كلها بنيل الكأس الثانية اللي ينتظرها 44 مليون جزائري بشغف كبير. ورانا وراء الفريق الوطني، وراء المنتخب الوطني سي جمال بالماضي اللي حط الفريق الوطني بتاعنا وحط الكرة الجزائرية على السكة الصحيحة. إن شاء الله يتوج كل هذا المشوار بنيل الكأس الثاني إن شاء الله. وشكرا شكرا 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 لإخواننا المصريين. طب وانتوا دلوقتي موجودين في الفندق بتبدأوا تستعدوا عشان؟ عادة نتناول فطور الصباح ونبدل البدلات العادية إلى بدلات رياضية للأزياء الوطنية، ونجهزوا أنفسنا للذهاب في الوقت المناسب للملعب إن شاء الله. مجهزين شعارات طبعا دائما شعارات رياضية، ليس إلا تاع وانكوثي لبالاجيري، الشعب يريد كأس إفريقيا. هذه الشعارات اللي حقيقة كروية ومشروعة ورياضية 1000%. مرحبا، شكرا.